بحضور شخصيات سياسية وثقافية ومسرحية أقيم في المركز الثقافي العربي في سلامية فعالية بعنوان هوية الكرامة بمناسبة القسم الرئاسي وعيد الجيش قدمتها فرقة المحترفون الإبداعية. العمل يتكلم عن امرأة جولانية استشهد زوجها من بعد استشهدت ابنتها في حالات اللاوعي تتعامل مع الدمية على أنها ابنتها، لكن بيصير عندها حالة تحول. هذا التحول أنه تكسر قوقعة الضعف وتتحول إلى امرأة مناضلة، لم يعد يهمها آلات القتل الغريبة الإسرائيلية، هي مصانع للأبطال ككل النساء السوريات. ففي غياب الرجال تتحول النساء إلى جيش ليحمي الوطن. حبيت بوصل رسالة لكل الناس، لكل العالم اللي راحوا أولادهم بالحرب وفارقون، يعني هاي الرسالة اللي كنت حابة أوصلها، وكتير اشتغلت شيء من قلبي لأني أنا حاسة بكتير عالم غريبين بعرفين فارقوا أولادهم، وبتمنى هاي الرسالة توصل للكل، وبتمنى كل العالم يراعوا بعض، لأنه بصراحة بهي الظروف كلاتنا لازم نتماسك ونكون مع بعض. دوري أني أنا بكون ضمن الرقصة الدرامية أني أنا بستشهد، وطبعا نحن عم نوصل رسالة أنه رغم الجراح اللي عم تصير معنا والشهداء اللي قدمناها ونحن واقفين وصامدين، نرجع بنصمد ومن جديد وبنوقف. الفعالية تضمنت عرض مسرحي وفني راقص يعبر عن انتصارات الجيش العربي السوري وصموده في وجه الإرهاب. هذا العرض مثل أمهات الشهداء اللي موجودين في بلدنا واللي ضحوا بأولادهم، وكانوا فعلا مثال الأمهات اللي استطاعوا أنه يعبروا عن هذا الفرح الكبير باستشهاد أولادهم، لأنه عرفانين أنه إن هذا الاستشهاد أدى إلى انتصار هذا الجيش العربي السوري، تحقيق الأمن والأمان في سوريا. هذا العرض يجسد يعني بطاقة شكر للجيش العربي السوري في بمناسبة عيد الجيش 1 آب اللي نحن نفتخر فيه، لولا هذا الجيش لما كنا صامدين وموجودين حاليا. وهي رسالة قدمتها هذه الفرقة نوع من التكريم والتحية للجيش العربي السوري في هذا العيد. هي رسالة دعم للجيش اللي صمد والترحم على أرواح شهدائنا، شهداء الجيش العربي السوري اللي دافعوا عن هالبلد واللي حموها من الإرهاب. العرض تضمن لوحتان، الأولى تتحدث عن امرأة جولانية استشهد طفلها وزوجها إثر غارات إسرائيلية تعرض لها الجولان، حيث تتعامل مع الدمية وكأنها ابنها. واللوحة الثانية تحدثت عن الشهيد برقصة تعبر عن حياته وعمله في الجيش العربي السوري ومحاربته للإرهاب وكيفية استشهاده برصاص الغدر والخيانة.